بدي شيء قلم حمرا بيلبق على شفافي. جايين على المول مبسوطين كتير ما وانا كتير مهبول وشو بدي اقول بس كيكي كيكي انا ما بدي اكون عم سوي. جايز انا واقف هلا على اوضه كيكي وقررت اليوم اعطيها نهار كامل 24 ساعه الا نعم. ما قلت لها قبل لانه بعرفها مجنونه وبعرفها افكارها مجنونه بدها تقعد تحضرهم هلا وبدها تبهدلني. رح فوت انا وياكم هلا وفجأة بالخبريه لنشوف شو بدها تعمل. كيكي بونجور. بمين بدك تعمل مقلب؟ تشالنج شو بدك؟ لا لا مش مقلب ولا تشالنج. اسمعي الخبريه وركزي كثير منيح. مركزه. اليوم قررت اعطيك 24 ساعه واقول لك نعم. وبلش النهار هلا. جيسي سمعتني؟ سمعت صح؟ سمعت. مان تراجع عن قرارك هلا. تراجع هيك فنطلت. انا قصدا رح تندم جيسي. لا 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 انا اصلا ما خبرتك دغري لانه بعرف افكارك مجنونه. قلت بيجي بفاجئك بس شكلك بسطتي يعني اكثر. من لحظة اللي فتحت القناة أنا عارفة جاية هيدا النهار ومحضرت له. هلا عارفة شو بتعمل معك. حرام شو عم بيحصل. بدي أبكي. يا حرام شو عم بيحصل. أول شيء بلشتي؟ لحظة بلشتي؟ إيه هما جاهزين. أوكي. أول شيء أنا طول هالأربع طول الوقت يعني بال 24 ساعة ما بتعيط لي كيكي ولا كريس. بتنسى اسمي بتعيط لي يور هاينس. يور وات؟ يور هاينس. تاني شي تاني دغري لحظة واحدة واحدة في تاني شي دغري دغري وتاني شي لحظة اوكي انا اوريدي اندمت تظهر معي بدك تعمل ماي بيرسونال بودي جارد وكل الوقت بالمول بدك تكون ماشي هيك كيف هو اللي بحط السماعة بيك هيك بدك تحكي بدك تعمل انه ايه بدك تحكي مع حدا غريبا لا سيف 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 وهيك وبعد لك الجماهير ماشي بليز اوكي انا تفضل بس ما تصفير ما تصفير موبايل مجنين خي مجنين مجنين بدك تعمل بالمول بدك كل شيء في العالم ويلا هلا قبل ما نظهر على المول شو بدك تعمل شو بدي اعمل لا لا اختلاق بليز لانه ريحته لهون واصله صراحه بده خيار خيار ولا مره مغير كوش ولا مره ما هو لا اول شيء بدك تقول لي 24 ساعه نعم يعني ما فيك تقول لي لا على ثاني شيء انا بدي اشوفك كيف اول مره او ماي جاد كي يور هاينس تكرم عينك يور هاينس كيف عم يهرب منه وين حاشت حال يا حال شو عامل كيكي كانت راسه ولا يا حالو ما عارف المفكر انه عم بيلعبوا مش وقع معه يلا اون فا شانجي لا كوش جي سي اوكي لحظه اكتشفنا انه منه عمل مش هلا كيكي لك عم بكبه على الارض مش عايلمه بكب حته على الارض اوكي اول شيء انه حسك حلو لانه طلع مش عملها فزمطنا هلو فينجر وير ار يو هلا يلا عم بطير هلو فينجر هلو فينجر يلا خلص طالما انا بيجيت واو ايه برافو فرجيني شو صار بعد ما خلصت ماسك كله على نحن هلا متوجهين على المول معنا يور هاينس ورا فينا نتحرك كم سياره مأمنين الطريق 18 سياره بس عم بقول لك معنا يور هاينس بدنا على القليل 24 سياره 36 على ذوقك يور هاينس كل شيء تمام كل شيء بيرفكت برافو كثير مبسوطه منك حبيبي بس انا عندي سؤال كثير مهم يعني انا هلا مثلا كاتوني شو قلت كل هالخبريه حبيبي انت زوج يور هاينس هيز هاينس يعني ايه انا هيز هاينس تفضل يور هاينس تفضل يور هاينس بدك تفوت على محل الميك اب لهونيك وبدك تقول لهم بدي قلم روج بيلبق على لون بشرتك يعني بشرتك بشرتك شو بشرتي؟ لا لا والله واو لا
دعم 24 ساعة. يلا يلا يا للجرسة بدك تشوفوه تقول لهم بدي روج لقلك انت. ايه فهمت فهمت بشرتي كمان لون بشرتك انت. واو يلا يلا جو دو ات. انا شو كان بدي بشر ما بعرف قولي بس كمل صوتي. بديش قلم حمرا بينبق على شفافي. شو بك عايز على بشرتي هيك بينبق على جابريني يا عم بدها تعطيني بدها روش شو رأيك؟ بيرفكت جيسي يلا حقن شو بدك تعمل هون بالساحة؟ هون بالساحة؟ هون بالساحة بدك تعمل لي بيرفورمنس تلم الناس عليك ونشارجوا عليك. كيكي حق كيكي 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 نحن كثير بنيجي على المول. كيكي نحن كثير بنيجي على المول. شايفيني شي مرة عم بعمل بيرفورمنس قبل ما تطلبي هيدا الشيء؟ راب كمان؟ واو واو رقص وغناء و... بس على كلمة واحدة Your Highness يا اسم الله عليك اسم الله عليك. يلا تشيلها من قدام تمك لنسمع صوتك بس بلش لك بيت بوكس؟ ماشي بيت بوكس منيح. جايين على المول مبسوطين كتير ما Your Highness وانا كتير مهبول وشو بدي اعمل بس كيكي كيكي انا ما بدي اكون عم سوي كيكي انا ما بدي هنا وما بدي هنا خلص انا ما بدي اسوي هلو هلو انتو بالفلوج هاي اوكي في كثير ناس بيعرفونا كيكي مان بليز اعفي من المهم ارجوك كرمالي انا كرمالي هيز هاينس لا يا جي يا عمي هيدا ما هيدا بده شيء هيدا بده شيء ويفلت بده شيء مان نحن بنقتل كيكي بخلص دان 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 اي اي حبيبي ثانك يو انا اللي رح اندم مي هيدا يور هاينس يا عمي طب بليز انا ما انا ما قلت بكل ايه لك مين لك لك بدك تحطيني حمرا حب الايس كريم انت بدي تجيب لي ايس كريم بس هيك هاي كثير يلا كاين وبعدين بنحكي شو بدنا نحكي جيب الايس كريم يلا واو كيكي نايس تشويس يامي يامي اوكي جي سي انت فكر حالك خلص هيك جبت لي الايس كريم وقلت ايه شو بدك بعد ما قلتش لك احرك ايدي او لا لا شو بدك احرك ايدي بدك تضل طعميني طعميك بوزه هون وهون وين بدك لا 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 اذا اجى نقطه ايس كريم برا تمي طعميني بنظافه لانه اذا اجى نقطه برا بتعتبر انه بدنا نعيد ال 24 ساعه واو كثير علي ما بين لا بلش اوكي لكان جي سي ولا نقطه برا ولا يا ويلك يلا تفضل يور هاينس يلا تفضل يور هاينس ما في نقطه برا شو يا صاحبي مع مارفل مع مارفل ايه وبلبوش واو هاي اطيب ايس كريم اكلتها بحياتي ايه اكيد مش لانه الايس كريم طيبه لانك عم بتبهدليني فيها وعم بتذلني لتاكليها اصلا من انت وصغيره عندك مشاكل معي انت مشاكل نفسيه قد ما كنت طعميك قتله بابي سامع سمع انه كان مظبوط يضربني انا ما قلت شيء مش انا ما انت اعترفت هلا على الملأ قدام ملايين الناس انك كنت تضربها هي وصغيره ما حدا سمع جي سي من بعد ما ذكرني بطفولتي كان يعذبني ويضربني مش هالوقت هلا انا انتقم اوه لا لا انا صيدليه وتقول لهم بدي وقص لشيل شعرات اجري نعم لحظة 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 واحدة انا كمان ما فهمت بدي روح على الصيدلية بدك تروح على الصيدلية بدك تفوت عند الزلمة او عند الدوموازيل قل لهم بليز بدي وقت تشيل شعرات اجري وفيك تقول لهم بدي نوع ما بيوجع ليش هو في نوع ما بيوجع؟ لا كله بيوجع حاليا طيب كيف بدي اقول لهم نوع ما بيوجع؟ برو برو بدك تشيل شعرات اجريك برو برو انا بساعدك لحظة لحظة كيكي لحظة سيس سيس بدك تشيل شعرات اجريك ميك اب ما بعرف شو لوين واو انت بس متخيل الوجع اللي بدك تنوجعه خلص انت هلا ببطل بدي اعمل شو ما عم تلاقي عم لاقي هادي النبش هادي ما بتوجع بدي
يلا تعال تعال. هيدي يمكن او هيدي ما بعرف. هيدي بتوجع هي ما بتوجع. هسا شو هيدي عنا كار. هيدي مش حد على شو؟ هيدي مع الوي فيرا ميحرى الحسي يجيبها. في عفريز؟ شو ايس كريم؟ عفريز يعني ستروبري فريز فراولة. فراولة. ليك ليه عملت؟ بعد ما فتحتها. اي نو بس الفكرة بتوجع الفكرة بتوجع. لحظة اختي غيري رأيي. غيري رأيي غيري رأيي. معنا والله فرجينا 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 كيف كانت اوكي. لا يا كيكي لا 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 شو شو صار؟ لمشي ما صار شيء هلا يا هلا ليك برو هلا لو هي بدها تقلك بدي اوقف التحدي ما فيها مجبوره تسحبها صار لك ساعه بتقلي غيري رايك وغيري حطيتك تحت الامر الواقع يلا كيكي شيلي له اياها لحظه شوي شو يلا خلص انا بساعدك انا بساعدك حضر نفسي انا بساعدك طب لحظه شرب انت شيلها اول شيء على مهلك شرب شيلها على مهلك ما بتنشيل على مهلك ما خفي انا بدي اشيل على مهلك فوت وجع لا لا انا عندي تكنيك لا لا هاي الشلخ اقل وجع بكثير من انك تقعد تشيل على مهلك الشلخ بس تقولي شلخ وجع برو شو عم تبكي ولا عم تضحك يلا لحظه ما تعملي هيك موزع سريع زي كيف تضربني انا وصغيره ايه شو هلا شو خاص هاي بها كله انتقام هاي لا 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 شو بدك جرب شيلها على مهلك انت اول شيء ما بنصح جرب شيلها على مهلك اول شيء اي 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 لا ملزقه معلقه معلقه ملزقه غريبه ملزقه غريب ملزقه خلص ما معنا لحظه شوي لا بشرفك لحظه شوي طول احكي مع مرتك كيكي كيكي اسحبيها بسرعه حبيبي شو بسرعه لحظة شوي هو سوسع بيقول لك كيكي وكريس شو خلص اليوم؟ شو؟ يور هاينس انا بعتذر من فخامتي ومن لحظة لا كيكي صار خلص لازم نسحبها نسحبها خلص بقى لا لا شو اسحبيها شو اسحبيها شو اسحبيها لحظة شوي لا خلص لحظة بدي خليني اتنفس نفس عميق نفس فجي لحظة لا اوه واو واو كثير وجع كثير وجع يا يا لك شو ناعم ناعم البشره ايه ضد الحساسيه ايه اكيد ايه ما تخاف ما تخاف يا ريتها كانت ضد الوجع يور هاينس بليز خلص ارحمينا اصلا هي هذه كانت اخر تاس بس انه بدك بس لاقيها بدك تكرع عينه لك جماله انا جماله جي سي بدي اقول لك شيء انا ما قسيت عليك كثير تحديات انه انت خي حبيبي نعم يعني. اذا هيك وما قسيت التحديات خي وحبيبي ما بدنا نعمل انه انت تقولي بالعكس انت تقولي لي نعم على يوم كامل اكيد ما رح نعمل هيدا ليه لا بلا اكيد ما رح نعمل هيدا الشيء جايز يلا بنشوفكم بفلوج جديد بنتسلم بننبسط على يوم كامل